فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف. نعم، هذا ضابط من يسمى عربيا ومن يسمى عجميا. نعم، أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية. نعم. والثاني أنهم كانوا من أولاد العرب. نعم. والثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب، وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام. نعم، فالعربي هو من استجمع هذه الثلاث: اللسان العربي والوطن العربي والنسب العربي. قد تكون فيه الثلاث كلها، وقد يكون فيه واحدة منها، فهو عربي حينئذ. ثم حدد الشيخ رحمه الله بلاد العرب، وهي من حجر اليمن جنوبا إلى أوائل بلاد الشام، وليس كل بلاد الشام، وإنما أوائلها، أوائل بلاد الشام مما يلي بلاد العرب، هذا من الشمال. ومن الغرب بحر القلزم، وهو البحر الأحمر المسمى الآن البحر الأحمر، إلى بحر البصرة، وهو الخليج الفارسي الذي كان يسمى في السابق الخليج الفارسي، وصار يسمى بحر العرب أو بحر البصرة أو الخليج العربي. نعم. قال: بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام. تدخل اليمن في بلاد العرب، فالعرب فاليمن عرب أصلاء، ولا تدخل فيها بلاد الشام لأن بلاد الروم، وإنما أوائل بلاد الشام يدخل. نعم. وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله. في هذه الأرض التي حددها الشيخ في هذه الحدود كانت العرب قديما قبل الإسلام وبعدما جاء الإسلام، ولهذا تسمى جزيرة العرب، تسمى هذه الجزيرة جزيرة العرب.